مشاهدي لو 360، مرحبا بكم ورائي ضاية السد سيدي محمد بن عبد الله. هذه الضاية هذه جاء المياه ديالها من واد سبو، وهذه الضاية هذه هي اللي تتزود مدينة الرباط ومدينة الدار البيضاء بالماء الشرب، أي ما يعادل 12 مليون ديال النسمة. إذن هذه الضاية هذه الآن فيها 185 مليون ديال متر مكعب، واللي قبل ما تفتح الطريق السيار ديال الماء من واد سبو كان فيها 145 مليون متر مكعب. إذن خزان فائض ديال تقريبا 40 مليون ديال المتر مكعب. بقاو معايا تشوفوا هذا الروبورتاج. منين جيتيو؟ جينا من القرية. جينا من القرية. اييه. علاش؟ جينا شي قرعة ولبينا. هو بدا نجيبو سكاكة للدراري. بدا نطلبو يا ربي عطينا الشتا. راه حنا عيينا، خاصنا من يعاوننا. البهيم بالجوع ضاعوا لينا البهيم. وخاص من يعاوننا. وهاد الماء هادي اللي جاية لهنا الماء مالو؟ واش تطلبوا تانتوما؟ تطلبوا باش تاخذوا منه؟ مزيان، الله يسد لينا محمد السادس، الله يسد لينا في سيدنا. يرحمنا سيدي، والله ينصر سيدنا، والله يجعل سيدي ربي يكون معانا ومع الجميع. يا ربي يا ربي. لهنا ولا لا؟ اي نعم اودي الشريف. بغينا مويا، راه حنا قاعدين عطشانين، البهيمات عطشانين، نعيجات عطشانين. ايوا نطلبوا من الله. البيار وكحو عندنا هنا. والبيار وكحو ما بقى لنا. دابا هذا الماء بغيتيه ديال الواد هذا اللي جا، اللي كان من سبا اللي جابوا. ما كرهناش الماء يجي حتى لعندنا، لان الله يجازيكم بخير والله يشد لينا في محمد السادس.